أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العالم. في موقع الهيانات نشر تحت عنوان قسم حقوق الإنسان، البنتاغون لم تكن جادة في الحد من سقوط ضحايا مدنيين في الموصل رغم قدرتها على ذلك. ونطالع في الحياة، العبادي ينتقد مجاملة كردستان لكسب تأييد في الانتخابات. نشر في الزمان، البرلمان يشكل لجنة لمناقشة قانون الموازنة مع الحكومة. ونطالع في القدس العربي، تدمير 7 طائرات روسية على الأقل في قصف على قاعدة حميميم في سوريا. ونقرأ في الخليج الإماراتي، الكنيسة يصادق على قانون إعدام الفلسطينيين بالقراءة الأولى. ونتصفح في العربي الجديد، استشهاد فتى فلسطيني خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي. وأخيرا وليس آخرا في الشرق الأوسط، الاحتجاجات الليلية تتصاعد في المدن الإيرانية والحرس الثوري يعترف بالتدخل. في الوقت الذي يجمع فيه المراقبون على أن رئيس الوزراء حيدر العبادي سجل فشلا ذريعا في ملف إعادة الملايين من النازحين إلى مناطقهم التي نزحوا منها صيف 2014 إثر اجتياح تنظيم الدولة مساحات واسعة من البلاد، قالت صحيفة العرب اللندنية أن العبادي لم يتمكن من منح ملف النازحين الأهمية التي يستحقها، ولا يزال في مخيمات النزوح أكثر من 55% من إجمالي النازحين العراقيين والبالغ عددهم أكثر من 5 ملايين شخص. الصحيفة قالت إن إعلان العبادي عن إطلاق الوثيقة الوطنية لإعادة إعمار العراق والتي قال إنها ستمول بنحو 100 مليار دولار جاء بشكل غامض يفتقر إلى التفاصيل. وأضافت الصحيفة أن العبادي لم يكشف عن مصدر التمويل، ولكن يسود اعتقاد على نطاق واسع في العراق أن بغداد تراهن على مؤتمر المانحين الدوليين الذي سيعقد في الكويت خلال شباط القادم لجمع هذه الأموال. لكن مراقبين يقولون إن هذا الرهان محفوف بالمخاطر وأنه رهان افتراضي يفتقر إلى الواقعية الاقتصادية في ظل غياب أي تصور عراقي واضح لكيفية استثمار هذه المنح وحالة شك الدولي في المؤسسات العراقية الرسمية بسبب الفساد المستشري فيها. وأشارت الصحيفة إلى أن موازنة 2018 جاءت خالية من أي تخصيصات مالية للنازحين الذين يقاسون ظروفا صعبة في المخيمات التي تعجز الحكومة عن توفير إمدادات ثابتة لها وتعتمد على مبادرات المنظمات الإغاثية، حيث أن المصدر الوحيد لتمويل ملف النازحين حاليا هو رواتب الموظفين التي تستقطع الحكومة منها نحو 4% شهريا لتمويل عمليات الإغاثة في مخيمات النزوح ودفع رواتب قوات الحشد الشعبي. الصحيفة تشير إلى أن التخصيصات المالية لملف النازحين والتي يتم استقطاعها من رواتب الموظفين لا تسد سوى 25% من احتياجات مخيمات النزوح التي تفتقر إلى الطاقة الكهربائية والوقود والتجهيزات الطبية. قالت صحيفة الحياة اللندنية أن مفوضية الانتخابات أصدرت تعليمات سمحت من خلالها بإمكان مشاركة حزب سياسي بأكثر من لائحة في الانتخابات. ونقلت الصحيفة عن مصادر عراقية مطلعة أن هذه التعليمات ستسمح لرئيس الحكومة حيدر العبادي وزعيم حزب الدعوة نور المالكي بالنزول في قائمتين منفصلتين خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة. مصادر سياسية أفادت بأن أزمة قانونية فجرها إعلان مسؤولين في حزب الدعوة عن تمثيل الحزب في لائحتين منفصلتين للعبادي والمالكي. وتركزت الاعتراضات على وجود نصوص في قانوني الأحزاب والانتخابات يفهم منها عدم جواز مشاركة حزب بأكثر من لائحة في الانتخابات. وكان لافتا خلال الأيام الماضية تقديم مفوضية الانتخابات لائحة بأسماء الأحزاب المشاركة
في الاستحقاق البرلماني المقبل تخلو من حزب الدعوة أو تيار يمثل رئيس الحكومة الحالي الذي يتوقع له أن يحقق نتائج كبيرة في الانتخابات المقبلة. ولم يعلن العبادي إلى الآن نيته الترشح، لكن مصادر قريبة منه أكدت إعداده لائحة انتخابية جديدة. وكشفت مصادر سياسية أن الجدل في شأن كيفية ضمان إشراك العبادي في الانتخابات مستقلاً عن المالكي كان يتردد في الأوساط السياسية، وأن توضيحات مفوضية الانتخابات تفسح في المجال أمام إعلان العبادي عن لائحة انتخابية جديدة. يسعى العبادي إلى إجراء الانتخابات في أيار المقبل لاستثمار الزخم الشعبي الذي حققه بعد إعلان تحرير العراق من تنظيم الدولة ومعالجة أزمة استفتاء انفصال كردستان العراق. الصحيفة تشير إلى أن رئيس البرلمان سليم الجبوري لمح إلى إمكان تأجيل الانتخابات، وقال إن البرلمان لا يمكنه تثبيت الموعد الذي أعلنته الحكومة، كاشفاً عن توجيه دعوة إلى مفوضية الانتخابات لاجتماع اليوم لتحديد توقيت إجراء الانتخابات. للمرة المئة أو الألف، هذا الفساد الإداري والمالي الذي يعصف بكيان دولتنا وحياة مجتمعنا العراقي طولاً وعرضاً، إنما يستند إلى أساس مكين هو نظام الحكم المفروض علينا فرضاً بخلاف ما نص عليه الدستور. أما الأشخاص الفاسدون فليسوا سوى الناتج الناجم عن هذا النظام. عدنان حسين يرى في صحيفة المدى أن نظام الحكم القائم في العراق الآن لا يموت بصلة لنظام الديمقراطي، إنما يموت بصلة لنظام آخر ديكتاتوري تسلطي، فالأكثرية من أعضاء مجلس النواب اختارها زعماء الأحزاب والكتل المتنفذة في الدولة في عملية احتيال والتفاف مشرعانة بموجب قانون الانتخابات. إليكم أحدث واقعة تجسد فساد نظامنا السياسي المنتج على مدار الساعة للفاسدين. فقد كشف النائب رياض الساعدي أمس أن النائب مطشر السامرائي سيتنازل عن مقعده النيابي بحجة المرض، ويأخذ مكانه مثنى السامرائي الذي سيأخذ أيضاً راتباً تقاعدياً من خزينة العراق كنائب سابق في صفقة يرعاها رئيس مجلس النواب سليم الجبوري. وأضاف الساعدي أن مثنى السامرائي لديه ملفات وعقود فساد خاصة في استجواب وزير التربية التي تثبت تورطه هو وإخوانه وعائلته بعقود وزارة التربية ووزارات أخرى، وعليه قضايا في القضاء حتى في بلد شديد التخلف ومفتقد الدولة كالصومال أو أفغانستان لا يمكن تخيل حدوث أمر كهذا. العراق وحده جدير بعملية فساد من هذا النوع، فلم يبق نوع من الفساد لا يعرفه العراق الذي ما من بلد غيره شهد الاستهانة السافرة بالقيم الوطنية إلى أبعد الحدود. إن في عهد النظام السابق أو في عهد النظام الحالي الفاسد إلى النخاع والمولد لكل أنواع الفساد ولكل أصناف الفاسدين. الكاتب يختتم مقاله بالقول إن هذه الكتل إنما صارت متنفذة بفضل الفساد الإداري والمالي الذي يرتكز في أيدي هؤلاء الزعماء السلطة والنفوذ والمال، فالنظام في العراق فاسد، فساده زاد عن حده كثيرا، وما من طريقة لمكافحة الفساد غير إطاحة نظام المحاصصة الذي أوجدته الطبقة السياسية الفاسدة لحماية فسادها ولضمان ديمومة هذا الفساد. فتح إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني الباب لمعركة دولية كبيرة عبر مجلس الأمن ثم تصويت الأمم المتحدة، والذي انتهى أيضاً بنصر دبلوماسي للقضية الفلسطينية. على الجبهة الأخرى استغل الكيان الصهيوني إعلان ترامب مباشرة وبدأت استكمال خطتها القديمة الممنهجة لشرعنة احتلالها لمدينة القدس. صحيفة القدس العربية تتساءل في افتتاحيتها ماذا سيفعل الفلسطينيون أمام هذا التصعيد؟ انتفاضة الشعب الفلسطيني الكبيرة ضد القرار وجهت بأشكال القمع الإسرائيلية المعتادة بقتل وجرح واعتقالات وقصف لمواقع في غزة وضغوط سياسية وأمنية كبيرة على السلطة. ورد الكنيسة على ذلك بموافقة أولية على مشروع قانون يجيز الإعدام.
فيما انتقلت آثار هذه المواجهة إلى شوارع العالم عبر تظاهرات واعتصامات وأشكال من التضامن الهائل مع الفلسطينيين. وأعطت الغطرسة الأمريكية الهائلة وتهديدات ترامب الفاضحة لدول العالم في خلق جو عالمي متوتر بشكل غير مسبوق في العالم. وقف المساعدات المالية الأمريكية سيؤدي إلى تقليص حاد للإمكانيات المالية للسلطة الفلسطينية، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على قدراتها على تنفيذ مشاريعها ودفع رواتب موظفيها، كما سيؤدي إلى ضيق اقتصادي على الفلسطينيين عموما. وإذا لم تتقدم دول أخرى قادرة على تعويض هذا المبلغ كالاتحاد الأوروبي ودول عربية وأجنبية، فإن الأمور قد تتجه إلى تأزم سياسي فادح لا أحد يستطيع التحكم بنتائجه النهائية، وستنعكس آثاره على المنطقة العربية المتفجرة أساساً وكذلك على العالم. الصحيفة تقول إن سوابق تاريخية عديدة تظهر أن بعض القرارات العدوانية تؤدي إلى نتائج معاكسة تماماً لما هو مطلوب منها، فاجتياح أمريكا للعراق أدى إلى خسائر كبرى وإلى ظهور أجيال من المتطرفين وصعود نجم إيران ودخول الاتحاد السوفيتي إلى أفغانستان، وهي دولة جبلية فقيرة ومطوقة بجيران أقوياء أدى لانهيار هذا الاتحاد. أما محاولة إخضاع الفلسطينيين منذ أكثر من 70 عاما فلم تؤدي إلا إلى خراب هائل وفشل مستمر وحروب لا تنتهي. قال صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الاحتجاجات التي انطلقت الخميس الماضي في مدينة مشهد الإيرانية والتي كانت تستهدف بالدرجة الأولى الإصلاحيين بقيادة الرئيس حسن روحاني تطورت وبات الجميع في مرمى نيرانها متشددون وإصلاحيون، الأمر الذي يعكس مزاج الشارع الإيراني حيال ما يجري، خاصة في أعقاب تسريب جزء من ميزانية 2018 التي اعتمدها الرئيس حسن روحاني. تسريب أجزاء من الميزانية المقترحة من قبل الرئيس روحاني لعام 2018، وهو أمر يحصل للمرة الأولى، كان على ما يبدو سبب تفجر حالة الغضب في الشارع الإيراني الذي كان يعاني أصلاً ضائقة اقتصادية كبيرة، حيث وصلت نسبة البطالة إلى 40%. الإيرانيون اكتشفوا أن مليارات من الدولارات تذهب إلى المنظمات المتشددة، منها للجيش وأخرى لفيلق القدس، ومليارات أخرى تذهب إلى المؤسسات الدينية التي تزداد ثراء، في وقت أقرت الميزانية الجديدة إنهاء الإعانات التي كانت تقدم للملايين من المواطنين وزيادة أسعار الوقود وخصخصة المدارس الحكومية. وبحسب الصحيفة فإن المتشددين الذين حاولوا إحراج روحاني من خلال تسريب تفاصيل الميزانية لم يسلموا من غضبة الجماهير الإيرانية، فلقد رفع المتظاهرون شعارات الموت للدكتاتور ومزقوا صور خامنئي. وبيّنت الصحيفة أنه على مدى عقود كان سكان القرى والمحافظات الإيرانية البعيدة ترى في النظام العمود الفقري للبلاد، ومن ثم فإنهم كانوا يتعاملون معه بقدسية وتحفظ وحماسة، إلا أن الأمر تغير خلال العقد الأخير، خاصة بعد أن زادت نسبة البطالة في تلك المناطق وبات الحصول على وظيفة أشبه بالحلم. الصحيفة ترى أن الإيرانيين وإن اتفقوا على أهمية التغيير في البلاد فإنهم قد لا يتفقون على شكل هذا التغيير. هل هو تغيير للنظام برمته أم هو تغيير في سياسات هذا النظام؟ ولكن رغم اختلافهم فإنهم يرون أن هناك أهمية قصوى لإيجاد قيادة موحدة لهذه الاحتجاجات لتكون قادرة على تحقيق مطالبهم. الكاتبة جينيفي عبدو تساءلت في مقال لها بمجلة ناشيونال انترست الأمريكية عما إذا كانت المظاهرات والاحتجاجات الدائرة حاليا في إيران ستغير من موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط، وترى الكاتبة أن هناك سابقة قيد الإعداد تتخلل هذه الاحتجاجات الدائرة حاليا في إيران، إذ للمرة الأولى يحتج الإيرانيون على التوسع العسكري لحكومتهم رغم أن النظام الإيراني يمكن أن يتجاهل هذا الجانب من الاحتجاجات، لكن الإضطرابات المدنية يمكن أن تغير الحسابات بمرور الوقت.
الكاتبة وصفت الاحتجاجات في إيران بأنها مهمة، إذ يلقي المتظاهرون اللوم على المرشد علي خامنئي في التدهور الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والتضخم جراء الانفاق على التوسع العسكري في كل من العراق وسوريا واليمن. والأهم من ذلك أن الكثيرين منهم كانوا يعتبرون من الموالين لخامنئي وجزءا من قاعدته السياسية. وكما هو الحال مع العديد من المجتمعات الأخرى في الشرق الأوسط، قد يصل الإيرانيون بأعداد كبيرة الآن إلى النتيجة نفسها التي تقول إن وجود رجل دين معين يتمتع بسلطات غير محدودة يدير دولة ما هو عقبة أمام الديمقراطية والازدهار الاقتصادي والحداثة. وقد تم سماع هتافات يسقط الدكتاتور في جميع أنحاء إيران منذ بدء الاحتجاجات. وعلى الرغم من أن المتظاهرين في عامي 2009 و2010 ضربوا صور خامنئي، فإنهم لم يدعوا بأعداد كبيرة لسقوطه. وتشير الكاتبة إلى أن هذا الشعور العام يعكس سراً محفوظاً جيداً في إيران، يفيد بأن الكثير من رجال الدين في مدينة قم حيث بدأت بعض الاحتجاجات لا يتفقون مع مفهوم حكم ولاية الفقيه. الكاتبة تضيف أنه في ضوء الاحتجاجات التي تشهدها المدن الإيرانية ودعوة المتظاهرين إلى إسقاط المرشد علي خامنئي، فإن ربما يكون خامنئي آخر مرشد في إيران، لكن من المستبعد أن تتم تنحيته قبل موته وهو الآن في السبعينات من عمره. بعيداً عن السياسة، نجح علماء في كلية الطب بجامعة إنديانا الأمريكية بابتكار جلد ينمو فيه الشعر، وذلك باستخدام خلايا جذعية من الفئران في خطوة قد تشكل علاجاً فعالاً للصلع. وأوضحت البيان الإماراتية أن الأطباء نجحوا من خلال استخدام خلايا جذعية من الفئران في تخليق رقع جلد له طبقتان علوية وسفلية قادرتان على إنبات بصيلات شعر كتلك الموجودة على جسم الفئران. وقال إن بصيلات الشعر الموجودة على هذا النوع من الجلد تعد الأقرب إلى شكل الشعر الطبيعي لدى البشر، ويأمل العلماء في أن تشكل هذه الطريقة بداية حقيقية لإيجاد علاج دائم للصلع. يذكر أنه رغم استخدام الخلايا الجذعية من قبل لإيجاد علاج للصلع، فإن المحاولات السابقة باءت بالفشل، لأن الجلد يتكون من نحو 20 نوعا من الخلايا، فيما ضمت خلايا الجلد السابقة التي أنتجها العلماء 5 أو 6 أنواع، وهي غير كافية لإنماء الشعر. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور.
إلى اللقاء.